Soleh iku papat tandane mukmin anut ing syariat kadihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane alamate tanggung jawab orang awal.
وإنما تدي بالرؤية تمرين القوة البشرية لئلا يجاهم الملك مشعرين بغد فلا تقواه كوى وهو ببين العلا وكان يتعبد براء الليالي الأددية إلى أن التعبير فيه صريح الحق وفافا وذلك في يوم الإسلام سبب أسره.